مرحبا، يعطيكم العافية وسلام الجميع في حلقة مهمة على قناتي اليوم، اللي أنا بحب دائما أطلع معكم وأحكي لكم عن شغلات بتهمكم في الجالية في كندا بشكل عام. هنحكي عن موضوع اللي هو تشقق الجلد، وخاصة في فصل الشتاء، وشو الطرق لعلاجها أو حتى ما نوصل إليها، لأن الوقاية خير من قنطار علاج. في ثلاث محاور رئيسية حنحكي عنها. المحور الأول اللي هو كيف نحمي الجسم من الداخل، وهذا أهم محور وحنحكي عنه في البداية، بعدين من الخارج، بعدين العوامل الخارجية بشكل عام. خلينا نحكي سريعا بالمحور الأول اللي هو كيف نحمي الجسم من التشققات واللي بيصير في الشتاء من تورم في الجلد أو جفاف في الجلد. سنبدأ من الداخل. أهم شيء هو ما يكون في داخل الجسم، اللي هو جسمك نفسه، لأنه هو نفس الجسم اللي بغير في تركيبة الجلد وبغير في نسبة رطوبة الجلد. هذا الفكر اللي للأسف مش موجود عند كثير من الناس. أول نقطة اللي هي كمية الماء اللي بنشربه. كمية الماء اللي بنشربه خاصة عند أطفالنا، أنا بشوف أطفال كثير بيبسي عصاير ما في مي. هلا هي اوكي فيها سوائل، ولكن الماء النقي اهم شيء للجلد. الماء النقي بعطي رطوبه وبعطي لمعه للجلد، فلما تشوف الجلد ناشف وتشوف الجلد ما في لمعه نهائيا، اعرف انه عندك نقص سوائل في الجسم. هذا الموضوع مهم جدا يا جماعه. الاطفال لازم يشربوا على الاقل لتر ماء، على الاقل انا بحكي مفروض لترين لتر ونص، فعلموهم يشربوا ماء كل يوم. للأسف أنا بشوف الأطفال خاصة من عمار 6 سنين فما فوق، انسى. قبلها بكون مع الحليب والهاي بيشرب سوائل، بس بعديها شرب الماء. خاصة السيدات اللي برضو بيعانوا من جفاف بشرة لازم يشربوا ماء. هذا الحل السحري والحل الرخيص اللي ما بتدفع عليه أي فلوس. شغلة تانية السكر. قل تقليل كمية السكر، كل ما قلت كمية سكر أكثر كل ما نقصت كمية الماء في الجسم. فإذا أنت تشرب ماء كتير بس تأكل سكريات كتير، حلويات سكريات، هذا بخفض من نسبة السوائل في الجسم، فتقليل نسبة السكر قدر الإمكان. الخضار بأنواعها. الخضار، معظم الخضروات اللي موجودة وخاصة الخضروات الورقية فيها كمية مياه كبيرة، زي الخس، الخيار، البندورة مثلا، فيها كمية سوائل كثيرة، وهذا مهم جدا. فالخضروات تحتوي برضو على فيتامينات، وهي مهمة جدا للجسم، خاصة فيتامين إي. هلأ في ناس كتير بخدوا حبوب ومحبوب، لا، خدوا من الأكل، خدوا من الفواكه، خدوا من الخضار، حاول تأخذ هاي الشغلات الصحية الكويسة للجسم، تعودوا أولادكم عليها. في ناس كتير بيستهلوا. الشغلة الرابعة وهي برضو مهمة جدا، الكولاجين. الكولاجين، كمية الكولاجين الموجودة في الجسم تحكم مباشرة بالجلد ونسبة رطوبته وجفافه. طبعا في طرق كثيرة لأخذ الكولاجين الطبيعي. أنا ما عم بحكي أنك تروح تشتري كولاجين وتبلع حبوب، لأنه معظمها بتتحول لأمينو أسيد في الجسم ما بتستفيد منها. أفضل شيء اللي هو الشوربات، شوربة اللحم، العظم تبع اللحم، وشوربة الدجاج. هاي الشوربات كل ما غليتها على نار هادية أطول أحسن. إحنا عادة بدنا نسوي الشوربة بسرعة بنص ساعة زمان، فبنغليها بسرعة، هاي ما بتستفيد منها، بدك تغليها 4 ساعات 5 ساعات على نار هادية أفضل، لأنه نسب الكولاجين اللي بيطلع فيها بتدخل بالجسم وبيستفيد منه الجسم. إذا هاي الأربع شغلات اللي يمكن إحنا كلياتنا بنستقل فيها، كمية الماء، عدم شرب أكل السكريات، الخضار والفواكه لاستفادة من الفيتامينات والسوائل اللي فيها، والكولاجين، هاي أربع أهم عوامل. أي شيء تاني هذا الثانوي حنحكي عنه الآن. فللأسف هاي الأربع عوامل معظمنا يعني بيستقل فيها. يعني قبل فترة كانوا بيحكوا عن في أحد المجموعات عن موضوع التشقق والمشاكل هاي، الكل صار يحكي له الشغلات الجانبية اللي حنحكي عنها مهمة، ولكن ما حدا حكى بهاي الأمور الأساسية. شغلة تانية اللي هي العوامل الخارجية، اللي من الخارج اللي ممكن تحطه على الجلد، اللي هو المرطبات. أنا طبعا بنصح بالفازلين، أرخص شيء موجود بسهولة، وكمية المواد الكيميائية اللي محطوطة فيه قليلة جدا. عادة الفازلين هو عبارة عن جليسرين ومادة معطرة بسيطة وانتهى الموضوع. هلأ أنا بنصح في الواكس، الواكس الطبيعي، البي واكس أو واكس
النحل، بنصح بالشغلات الطبيعية، ما تحاول تروح على الشغلات الصناعية. هلأ إذا أنت حابب بالمعطرات وأنت مقتنع بالدعاية اللي بيسووا لك إياها، حاطين لك صورة ممثل أو ممثلة وعم بيسوي الكريم وكل شيء، تمام اشتريها ما عندك مشكلة، المهم القناعة الشخصية. بس أنا بقول لك فيزلين يكفي، اللي هو تغطية الأماكن الناشفة في الفيزلين، وخاصة الرجلين. إحنا عايشين في كندا، اللي عايش في دول فيها تدفئة، اللي بيصير في الجسم إنه نسبة الرطوبة في الجو، حنحكي عنها، نسبة الرطوبة في الجو بتقل، فالجسم كله بتشقق، مش بس الإيدين أو الوجه أو الأطراف. فموضوع وضع المرطب في الليل، زيت زيتون ممكن تستخدمه، مهم جدا. هلا الناس ما بتحبه خاصة بالليل، بقول لك هيعبي لي الفرش زيت وهذا، يا شوي صغيرة هيك خليه ينشف على جسم الولد أو جسمك أو جسمه، وبعدين بتروح تنام عادي، يعني بينشف بسرعة زيت الزيتون. مرطب الشفايف هذا مهم جدا، أنا بشوف مرطبات شفايف برضو كتير صناعية وغالية ورخيصة، وفي دولار ستور روح اشتري أي واحدة، هي عبارة عن واكس أو ليب بام، لا في كتير أنواع، أنت حر شو تشتري. ما بنصحك إنك تشتري من الغالي لأنه زيه زي الرخيص، اللهم هداك فانسي وعليه شو اسمه. الشغلة الثالثة وهي مهمة جدا خاصة في فصل الشتاء في كندا، عدم تعريض الجلد للبرودة لفترة طويلة. معناه إذا أنت بدك تطلع من البيت للسيارة مش مشكلة تطلع بدون جلوفز ولا طاقية ولا عادي، يعني هذه مسافة قصيرة. لكن إذا والله ابنك بروح مثلا مشي على المدرسة ربع ساعة، أو بروح أو تطلع أنت في الباص تستنى على الباص ستيشن نص ساعة ربع ساعة، لا لازم تلبس كويس، تغطي ايديك بجلوفز، دينيك وراسك بطاقية، اذا بتقدر تلبس ماسك او بسموها مش عارف اللي بحطوها على الوجه، هاي الشغلات كلها، يعني بس تخلي عيونك اللي مبينة. حتى اذا بتقدر تلبس نظارة بكون احسن، كل ما قلل تعرض الجلد للبرودة كل ما كان احسن. ليش؟ لانه في عندنا كثير برودة هون، حتى احيانا بقول لك في عندنا فروست بايت اللي هو قضمة الثلج أو قضمة البرد، هاي بتصير يعني مرتين ثلاث مرات بتصير عليها وورنينج في السنة في كندا، بتصير إنه الجلد بيموت، خاصة وين يا جماعة؟ عند الأطراف، عند أطرافها، هاي نسبة الدم اللي جاي على هذه الأماكن بتكون قليلة جدا، لأنها الشعيرات دموية بسيطة، فما بتوصلها الحرارة بكمية كافية. يعني الوجه عادة عادي، الجسم عادي لأنه بوصله أو حرارة الدم بتضلها تشتغل فيه، لكن الأطراف عادة بتكون كمية البرد فيها أو مقاومة البرد بتكون قليلة، فبالتالي بتموت هاي الأطراف فعلا، بتموت بتسود. يعني أنا بديش أحط لكم صور عشان ما تشمئزوا، بس أكتبوا قضمة البرد أو فروست بايت وشوفوا الصور، وحتشوفوا البلاوي اللي بتصير في الأطفال، وخاصة اللي ما بيحافظوا على هاي الشغلة. العامل الأخير وهو مهم جدا، اللي هو المنزل أو المدرسة أو الأوفيس، عادة بسبب التدفئة ودرجة الحرارة العالية في المنزل بنشف الجو، فما بيصير في رطوبة في الهواء، وهاي بتصير في البيوت بشكل عام. فلازم تستخدم شغلة اسمها هيوميديفاير، اللي هو اللي بيزيد نسبة الرطوبة في المنزل في الجو. الهيوميديفاير عبارة عن جهاز صغير، في منها أجهزة متعددة، بتحط فيه مي بصير يبخر المي في الغرفة. هذا مهم جدا خاصة عند النوم، خاصة عند النوم بحكيها مرتين وثلاث وعشر. في غرف النوم لازم يكون فيه هيوميديفاير، في كل غرفة نوم لازم يكون فيه واحدة. بتقدر تحط فيه شغلات عطرية، بتقدر تحط فيه منتول، بتقدر تحط فيه مثلا لافندر اللي هي يعني شغلات كتير بتقدر تحطها، زعتر ممكن تحط فيه، نعنع اللي بدك إياه، المهم المية هاي تطلع ترطب الجو. الهيوميديفاير بشكل عام بنباع بكل مكان، ما تسألني أي نوع، أي واحد يشتري ما في مشكلة، المهم يطلع لك البخار. في نوعين، في نوع سمول هيوميديفاير تشتري لكل غرفة، وفي هيوميديفاير تقدر تحطه على الفيرنس اللي هو الجهاز تبع هذا، وبصير يطلع رطوبة مع الفيرنس، هذا أحسن لكنه طبعا أغلى. فهاي
انت شو المبلغ اللي تقدر توفره في لعائلتك، وبتقدر اذا خاصه اذا انت مستاجر لا ممكن تروح على هيوميديفاير متنقل تاخده معك وانتهى الموضوع. هذا بشكل عام كان اليوم حديثنا اللي هي تشققات الجلد. انتبهوا لاولادكم ولاهاليكم، خاصه في كندا لما يكون في فروست بايت وورنينج او يكون الجو بارد برا، لا تستخف بدك تروح تنظف الثلج خمس دقائق، ما هي لا ممكن يصير فروست بايت وممكن فعلا تتشقق الجلد. فلا تستهينوا بهاي الاوقات اللي انت قضيها خارج المنزل، بدك تطلع تقصدر 10 دقائق تمشي حوالين المنزل، البس كويس. اهم شيء اللي هو انك تحمي الجلد من البرد المباشر. الله يحمينا ويحمي اولادكم واهلكم وعوائلكم، ونراكم ان شاء الله في حلقه قادمه على قناتي. تصبحون على خير.